المدافع الذي يرى فيه روبرتو كارلوس أن هذا اللاعب أفضل من يعوضه على جهة اليسار. في التشكيلة على الورقة يضعون مارسيلو في كمدافع أيسر، لكن على أرضية الملعب في كثير من الأوقات لا تشعر أنه مدافع أيسر. الدور الهجومي اللي يقدم الجناح الأيسر حتى في بعض الكثير أو في كثير من الأحيان صانع الفرص، صانع الكرات الذكية بمهارته. يا لها من تمريرة غير عادية من مارسيلو. شوف الشيء اللي يقدمه مارسيلو المدافع الأيسر، تمريرة غير عادية من مارسيلو، لا يفعلها إلا الكبار ولا يفعلها إلا صناع اللعب. مارسيلو يعمل لنا فيستيفال الكوبا كابانا والريو دي جانيرو. مارسيلو في اختراق الدفاع، مارسيلو مر وصلوا الى هدف تعادل بعد لمسه رائعه، بعد جهد غير عادي من مهارات مارسيلو. مارسيلو الذي يشعر في كثير من الاوقات انه ليس مدافع ايسر، وان دون على الورق وان كتب في التشكيله